كشفت مؤشرات جديدة بشأن التدخين في تونس عن وفاة 13 ألف شخص سنوياً بسبب الأمراض الرئوية والصدرية التي يسببها استهلاك التبغ، فيما ارتفع عدد المدخنين التونسيين في السنوات الأخيرة بسبب الضغوطات وحالة التوتر العام التي أفرزتها الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، حيث تحتل تونس المرتبة الأولى عربياً في نسبة المدخنين. وتحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة التدخين، فيما يسعى التحالف التونسي ضد التدخين إلى إحداث يوم وطني خاص بالامتناع عن التدخين. ما بين 30 إلى 40 تونسياً يتوفون يومياً بسبب التدخين، فعدد المدخنين يناهز 30% أغلبهم من الذكور وفق تقارير المنظمات الصحية. تحتل تونس المرتبة الأولى عربياً في استهلاك التبغ وفق تقارير رسمية، ف50% من المدخنين يموتون قبل سن 65 بسبب الإدمان على التدخين، وهو السبب الرئيسي لسرطان الرئة وفق آراء الأطباء. يظهر لي الناس كل ولات شايفة الحالة اللي احنا فيها، التدخين قاعد يزيد في العالم الكل وقاعد يزيد في تونس، خصوصا في البلدان نتاع النامية العالم الثالث. في تونس اليوم عندنا راجل على اثنين يتكيفوا، معناتها 50% من الكهور في الرجال يتكيفوا، هذا رقم مرتفع جدا. احنا قدامها ظاهرة اللي قاعدة تزيد، مشاكل ما عادش مشاكل صحية أكهل، احنا المشاكل الصحية الناس كل ولات تعرفها. يظهر لي ما فماش عاقل ما يعرفش اللي الدخان ولا التدخين يسبب السرطانات، يسبب مرض القلب والشرايين. تغيب في تونس أي استراتيجية حكومية لمقاومة التدخين، فيما يتواصل النسق التصاعدي لاستهلاك التبغ. منظمات صحية أطلقت مبادرة لإعلان يوم وطني لمقاومة مضار التدخين والتوعية بها. التونسيون بين متمسك بسيجارته ومتخوف من عواقب ومضار التدخين، تتباين المواقف وفق تحذيرات منظمة الصحة العالمية. مش نكذب عليك، حسب اللي نعيشوا فيه ما نجيش نبطل التدخين، ما نلقى حاجة اللي نقول واحد ما فيش فيها غيبي، يعني هذيك نتفرهد فيها اللي هي نمشي نعمل شيشه في القهوه. التدخين مضر بالصحه وقاتل مما لا شك فيه. انا من منطلقي هذا نوجه نداء الى نصيحه الى الشباب، خاصه ان التدخين له عده مضارات اخرها هو الموت. التدخين كغيره من الظواهر تسعى تونس للحد منه بالنظر إلى مخلفاته على الناتج الخام وعلى الوضع الصحي، في وقت تشكو فيه المستشفيات أساساً من نقص في الأدوية والتجهيزات الطبية. يفتك التدخين سنوياً ب13 ألف تونسي، فتونس هي الدولة العربية الأولى في استهلاك التبغ بحسب الأرقام الرسمية، فيما تدق المنظمات الصحية ناقوس الخطر مع ارتفاع عدد المدخنين في تونس وانعكاسات ذلك على الوضع الصحي العام. نجلاء بخريس الغد، تونس. من تونس ينضم إلينا الدكتور معز الشريف، عضو التحالف الوطني لمكافحة التدخين. أهلا بك معنا في حصة مغاربية. تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا من ناحية نسب المدخنين، من 30 إلى 40 تونسي يموتون يوميا بسبب التدخين. هذه بالفعل دكتور أرقام مفزعة. سؤالي من شقين وهو سؤال وحيد في هذه المقابلة: ما أسباب شراهة التونسيين للتدخين؟ وكيف يمكن حثهم على إيقاف هذه العادة من دون التدخل في شؤونهم الشخصية وعاداتهم الشخصية؟ التونس الأولى عربيا في التدخين، الأرقام هذه تطلع إلى أكثر من 3 سنوات، وهي مسح عربي قديم. نعم. مع نشأ الأرقام الحينية بالنسبة للوقت، لكن يقعد العدد متاع المدخنين مرتفع في البلاد متاعنا. الاستراتيجية اللي منهضت التدخين تتمشى اولا لحث خاصه الاطفال والشباب على الامتناع من السيجاره الاولى، فالاقلاع على التدخين فيه مشاكل عده نفسيه واجتماعيه واقتصاديه اللي ممكن تتدخل فيها، وحث المواطن على الاقلاع على التدخين في بعض الصعوبات، خاصة وأنه العيادات للإقلاع على التدخين ناقصة في البلاد متاعنا لإعانة المواطن. لكن الحث على
الغير المدخنين على تجنب السجارة الأولى هي ستكون الاستراتيجية الأساسية اللي باش نركز عليها الحملة نتاعنا. شكرا لك من تونس الدكتور معز الشريف، عضو التحالف الوطني لمكافحة التدخين. بإذن انتهت حلقة اليوم من حصة مغاربية من قناة الغد، شكرا على كرم متابعتنا، في أمان الله.